إيران والأسلحة الكيماوية قصة أخرى شبيهة بقصتها مع الأسلحة النووية، فعلى غرار انتهاك طهران لروح اتفاقها النووي مع الدول الكبرى تفعل الأمر ذاته مع معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية. وحسب المندوب الأمريكي في المنطقة فإن إيران لم تكشف عن كل قدراتها من الأسلحة الكيماوية للمنظمة الدولية في لاهاي، وتحتفظ بمرافق ومعدات لإنتاج هذه الأسلحة استنادا إلى المعلومات الاستخبارية الحديثة. وقال المندوب خلال اجتماع للمنظمة إن إيران لم تخطر المنظمة بوجود منشأة لتعبئة القنابل الجوية ولا عن أنشطتها السرية لتطوير أسلحة وغازات كيماوية. قبل أيام كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب تستعد لاتهام إيران بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وأخطرت الكونغرس بذلك، وهو الأمر الذي تحقق خلال الاجتماع الأخير لأعضاء المنظمة في لاهاي. الاتهام الأمريكي لطهران بعدم الامتثال للمعاهدة لا يدعي أن إيران قد استخدمت الأسلحة الكيماوية، لكنه قد يمهد لتقديم شكوى ضدها لدى منظمة حظر السلاح الكيماوي، وهي خطوة قد تمهد أيضا إلى الاتجاه نحو فرض عقوبات أخرى ضدها على غرار تلك المتعلقة بالسلاح النووي. وتهدف واشنطن من خلال ذلك إلى ممارسة مزيد من الضغط على إيران من أجل عزلها دوليا بسبب أنشطتها التي باتت تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن ملف الأسلحة الكيماوية كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، فالاتفاق لم يكن يشمل أنشطة إيران الكيماوية، والأمر ذاته بالنسبة للصواريخ الباليستية وتدخلها في عدد من دول المنطقة ودعم ميليشيات إرهابية، وهي ملفات تطالب واشنطن وأطراف دولية أخرى بأن تكون مشمولة في أي اتفاق يمكن أن يوقع مع إيران مستقبلا، إذا انصاعت للمطالب الدولية وتخلت عن أنشطتها النووية والكيماوية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.